أكيد أن الأغلبية فينا غيكون سمع بهذه القولة: الغاية تبرر الوسيلة، وهي قولة ديال الفيلسوف الإيطالي والمنظر السياسي والعسكري ميكيافيلي، وهو صاحب كتاب الأمير. هذا الكتاب اللي كتبه باش يعطي فيه نصائح للحكام والسلاطين. الغاية تبرر الوسيلة، هذه القولة ولا النظرية اللي بتأمل بسيط غنفهموا الدلالة والمعنى ديالها. والمعنى هو أن الشخص اللي بغى يوصل لواحد الهدف خاصو يخدم كاع الوسائل والطرق، سواء كانت وسائل مشروعة ولا غير مشروعة، بحال استخدام وسائل القوة والظلم والإكراه والخداع والنفاق والاعتداء وغيرها من الوسائل غير المشروعة. واللي ما خدمش هاد الوسائل ما كيتعتبرش قائد ناجح بالمعنى الميكافيلي. هاد النظرية انتشرت في القرن 16، الشي اللي خلانا نشوف أنظمة ديكتاتورية متجبرة. وهاد النظرية الميكافيلية غلقاوها كتجسد في واحد الشخصية مغربية، الشخصية اللي استعملت كل وسائل المشروعة وغير المشروعة باش توصل للهدف ديالها، الشخصية اللي ولات أقوى شخصية في المغرب وإفريقيا وممكن نقولوا حتى العالم. هاد الشخصية اللي دارت في يد السلطة والمال والجاه والمكانة، هاد الشخصية هي موضوع حلقتنا اليوم واللي كتعلق بالتامي القلاوي باشا مراكش. فشكون هو التهامي القلاوي؟ وكيفاش كانت البداية ديالو؟ وكيفاش ولا باشا مراكش؟ وش نقصته مع سلاطين المغرب؟ وش نقصته مع الاستعمار والمستعمر؟ وكيفاش قدر يجمع كل ديك الثروة اللي خلاته يكون أغنى من السلطان؟ وكيفاش قدر أنه يجيب رئيس أمريكا وبريطانيا وشخصيات أخرى للقصر ديالو؟ وكيفاش ساهم في عزل الملك محمد الخامس ونفيه لمدغشقر؟ وش نقصته مع النساء والحريم اللي كان عنده في القصر؟ وكيفاش كانت النهاية ديالو؟ فهادشي اللي غنشوف في الفيديو. لكن قبل ما نبدأ القصة كنتمنى تديروا إعجاب بالفيديو واشتراك القناة، حيت هادشي غيعاوننا بزاف باش نستمروا. وكيف كنقول ديما، إلا كان صانع المحتوى هو اللي كيصنع المحتوى، فراه الجمهور هو اللي كيصنع صانع المحتوى. مشينا. تهامي القلاوي من مواليد سنة 1879 بقصبة تلوات اللي كتواجد بجهة درعة في ليلت، من أسرة معروفة بحيث أن الأب ديالو محمد أبي بيض كان داير الدار ديالو مقر السكنة، وشي بالثكنة عسكرية واللي كان داير بها واحد السوق كيعمر كل أسبوع. أما الجد ديالو أحمد المزواري فكان شيخ القبيلة ديال تلوات، وكان مصدر العيش ديال الأسرة هو التجارة في الملح بأزرود، التجارة اللي غيورتو عائلة القلاوي أبا عن جد. إلا أنهم كانوا ديما كيحاولوا باش يوصلوا للسلطة ويكونوا قراب للمخزن. تهامي القلاوي غيتلقى التعليم التقليدي وديني، بحيث أنه في البداية غيدخل الجامعة بتلوات وغيحفظ القرآن وبعض المتون الدينية واللغوية، وغيلتحق كذلك بمدرسة اللورقة وبزاوية السكر اللي كانت قريب لمراكش. التهامي القلاوي غيتوقف من الدراسة بسبب المشاكل اللي كانت في المنطقة والاضطرابات، لكن القلاوي كان متأثر بفكرة الأسرة ديالو واللي هي التقرب من المخزن والسيطرة على القبائل المجاورة، الشي اللي خلاه يتبع أخبار المخزن والقبائل من الصغر. في سنة 1886 غيتوفى الأب ديالو محمد أبي بيض، وكان في العمر القلاوي 7 سنين، وغيتكلف به الأخ ديالو المدني القلاوي واللي كان حتى هو شغوف بالحياة المخزنية حيت كان قايد على قبيلة قلاوة. وفي سنة 1893 غيوقع واحد الطارئ واللي غيكون سبب في تغيير حياة القلاوي والانطلاقة نحو تسلق السلطة. فهاد السنة السلطان الحسن الأول غيكون راجع من حملة إخماد القبائل الثائرة بتافيليلت، وفي أثناء الرجوع ديالو غيطيح واحد تلج كثيف وغتقطع الطريق، وهنا غيشوفها المدني القلاوي فرصة للتقرب من السلطان، وهو يسارع باش يستعطفو هو والجنود ديالو، ودار المدني أي حاجة باش يكون أحسن استقبال
يبين فيه الإخلاص والولاء للسلطان، وكذلك طمعا في السلطة والتقرب له. السلطان الحسن الأول ملي رجع للقصر ديالو ما غينساش هاد الاستضافة ديال المدني القلاوي، وغيرد ليه هاد المعروف والجميل، وغيعينو كخليفة على منطقة الجنوب كاملة. وأخيرا عائلة القلاوي غتوصل الهدف ديالها. المدني القلاوي باش يتبت السلطة ديالو غيحاول يسيطر على القبائل المعارضة ليه، وغيستعمل في هاد الحركة جوج مدافع من نوع كروب الألماني واللي كان هداهم ليه السلطان الحسن الأول. وقدر المدني أنه يسيطر على منطقة الجنوب باسم المخزن. التهامي القلاوي ما غيبقاش في دور المتفرج، وإنما غيتحول القائد، بحيث أنه في سنة 1901 غيتولى التهامي القلاوي قيادة الجيش اللي غيتكلف إخماد ثورات ديال القبائل اللي كانت تابعة اليوم. وقدر التهامي ينجح في هذه المهمة، وما اكتفاش غير بهذا الشيء، وإنما كان كيقطع الريوس ديال قادة القبائل المنهزمة. وفي سنة 1902 السلطان عبد العزيز غينادي على المدني والتهامي، وطلب منهم المشاركة في الحرب اللي غتكون ضد بوحمارة، لكن هذه المشاركة غتعرف الخسارة ديالهم في هذه الحرب. هذه الخسارة غيكون لها أثر في تهميش عائلة القلاوي من طرف السلطان عبد العزيز. هذا التهميش خلى القلاوي يلتجئ للأمير عبد الحفيظ ويدعمه في الثورة ديالو ضد خو السلطان عبد العزيز. وبالفعل في سنة 1907 غيقود القلاوي جيش مكون من 40,000 جندي الفاس تحت إشراف السلطان عبد الحفيظ، الشيء اللي غيخلي السلطان عبد العزيز ينسحب. ومن بعد هذه الواقعة غيتم تعيين المدني وزير حرب ثم صدر أعظم. أما التهامي فغيعين أخوه باشا على مراكش، وغيعين بزاف من الأسرة ديالو في المناصب السياسية والإدارية. لكن في سنة 1911 السلطان مولاي عبد الحفيظ غيجرد صدر الأعظم المدني والأسرة ديالو من المهام ديالو، وهذا الشيء بسبب الشكايات اللي كانت كتقدمها القبائل ضد عائلة القلاوي. في سنة 1912 أحمد الهيبة غيقود حملة جهادية ضد الاستعمار الفرنسي، وقدر أنه يدخل لمراكش ويسيطر عليها، الشيء اللي خلى الفرنسيين يخويو المدينة. وكتقول بعض الروايات أن السدي الأجانب الفرنسيين غيتخبوا في دار القلاوي، وكان الهدف من هادشي هو يتقرب القلاوي للحماية الفرنسية. لكن التهامي القلاوي ما كانش صاحب مبدأ، وإنما كيوقف مع الجانب المنتصر. فملي شاف قوة جيش أحمد الهيبة والسيطرة ديالو على مراكش، غيقرر أنه يسلم الأسرة باش يكتب الثقة ديالو والويد ديالو. وفي نفس الوقت كان كيحافظ على علاقة جيدة مع المستعمر، وكيدي ليهم معلومات، وكان أقرب لدور الجاسوس. لكن الحركة ديال أحمد الهيبة ما غطولش بزاف، بحيث أن القوات الفرنسية قدرت تحقق الانتصار على جيش الهيبة والطرد ديالو من مراكش. وهنا غترجع لمكانة ديال أسرة القلاوي من جديد اللي كانت مدعمة من طرف الحماية الفرنسية، وولى القلاوي الحليف الرئيسي ديال فرنسا بفضل المعلومات اللي كيقدم اليوم. الحماية الفرنسية غتحيد بن منو، وخطر رجع التهامي القلاوي باشا على مراكش، وهنا غيقبض على السلطة وهذا المنصب بقبضة من حديد، وغيحارب كاع القياد والباشوات اللي كانوا ضده. وكيف ما قلنا في البداية، القلاوي غيطبق نظرية الغاية تبرر الوسيلة. الصحفي الفرنسي غوستاف غينشر كتاب واللي غيترجم من بعد بعنوان الباشا القلاوي الأسطورة والحقيقة في حياة باشا مراكش، غيتكلم فيه على جرائم البشعة اللي ارتكبها القلاوي، وأهمها الجريمة دياله في حق أحمد بوستة. فحسب الروايات الجنرال الفرنسي حاكم الجنوب مبقاش كيتيق في القلاوي، وبغي يحيدو من منصب باشا مراكش، وكان بغي يعوضه بأحمد بوستة. القلاوي من اللي سمع هاد الشي وخوفا على المنصب دياله وتطبيق نظرية الميكافيلي، غيحاول يتخلص من بوستة بأي طريقة. وبالفعل
بوستة غيمشي للمزرعة ديالو بنواحي مراكش وبرفقة الحارس والخادمة ديالو، ومع العشر ديال الليل تقريبا غيتم محاصرة المزرعة من طرف رجال الكلاوي. غيدخلوا المزرعة وغتشوفهم الخادمة لابسين لباس كلاوة وغيضربوها بموس وغطيح، ومن بعد غيدخلوا البيت ديال بوستة وغيقتلوه بالرصاص وغيهربوا رجال الكلاوي. من بعد غينتشر الخبر وبدات السلطات الفرنسية في التحقيق، وفي المقابل حتى الكلاوي غيدير تحقيق كونه باشا مراكش تم باش يبعد أصابع الاتهام عليه. وكان المكلف بالبحث في هذه القضية قريب يفك خيوط الجريمة، خاصة من اللي لقى القرطاسة في جسم بوستة، وهذا الرصاصة نادرة في المغرب وكاينة فقط عند رجال الكلاوي. لكن الشخص المكلف بالتحقيق في أحد الأيام غيوقفوا عليه مولى التأمين وهدوه وطلبوا منه يتوقف على البحث. الكلاوي قدر يحمي نفسه وفي نفس الوقت يحافظ على المنصب ديالو واللي من خلاله غيراكم ثروة أسطورية من العقارات والأموال والمجوهرات والثروات الطبيعية، وغيسيطر حتى على الورد ديال الأثرياء اللي توفاو. فحسب رواية غوستاف الكلاوي غيسيطر على أملاك بوبكر بالباشير الغنجاوي واللي كان من أكبر تجار الحوز وواحد من الأغنياء. الكلاوي غيتزوج من الأرملة ديال الغنجاوي بالقوة وغيستغل أطفال الغنجاوي اللي كانوا قاصرين، وغيعلن أنه وصي عليهم باش يسيطر على الثروة ديالهم. وكان الكلاوي كيسيطر كذلك على الممتلكات ديال الباشاوات بحال الباشا بن منو اللي استولي على كاع الممتلكات ديالو والأراضي والحبوب والمجوهرات وغيرها. الكلاوي ما غيحبش هنا، وإنما الطمع ديالو خلاه يطمح حتى فخوه واللي هو المدني، بحيث أنه غيتزوج بمرات خوه المدني وغيسيطر على الورد ديالو وخمسين مليون فرنك حتى من ولاد خوه اللي طلبوا منه يعطيهم الورد ديال بوام. جرى عليهم وقال لهم انتما خاصكم تعوضوني على الإنفاق ديالي عليكم. الكلاوي ما وقفش هنا، بحيث أنه باش يراكم ثروة كبيرة غيفرض رسوم على الشيخات والتجار وغيسيطر على بزاف الأراضي وغيلتاج للتزوير والقانون. الكلاوي غيدخل لمجال الاستثمار وغيأسس بزاف الشركات ديال السكر والزيوت والمجوهرات والنقل وغيرها، وغيدير بزاف ديال دور الدعارة وغياخد نسبة مهمة منها. وحسب بعض الروايات فدار من ديور الدعارة ديال الكلاوي كانت فيها أكثر من 6000 مرأة. والكلاوي باش يكسب الرأي العام ويشوه صورة الأعداد ديالو غيشري بزاف الجرائد وغيولي يتحكم فيها وفي داكشي اللي كتنشر. وبفضل كل هاد الأموال اللي راكمها غيبني الكلاوي أكبر تجمع في القصر ديالو واللي سماه ستينية، وكل تجمع كان مخصص لشي حاجة معينة. تجمع خاص بالحريم ديالو واللي كان العدد ديالو 60 مرأة من بينهم 5 تركيات، حيث الكلاوي كان ممكن يشري النساء من مختلف الجنسيات بالمال ديالو. وكان عنده تجمع خاص بالطبخ، وكانوا أنواع الخضار والفواكه واللحوم كتوصل له كل يوم، وكان عنده أفضل طباخات لدرجة أن اللي كياكل عنده كيبقى يتفكر المضاق الحياة ديالو كاملة. وكان عنده تجمع خاص بالضيوف المغاربة وتجمع خاص بالضيوف اللي بالخارج، وكان عبارة عن طبقات ومدير ليهم السنسور، وكانت أي حاجة عنده مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات. وكان الكلاوي أول واحد غيدير ملعب الغولف في القصر ديالو، وكان كيستقبل أكبر الشخصيات في العالم بحال الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشيرشيل، واللي كان الكلاوي مخصص ليه غرفة خاصة في القصر ديالو وبالاسم ديالو، وكان كيطل على أجمل منظر، والممثل تشارلي تشابلن. وكان الكلاوي كيدير زيارة للخارج وكيمشي لفرنسا وكيستقبلوه البرلمانيين الفرنسيين، وكان كيقدم لهم الهدايا والمجوهرات للزوجات ديالهم، وكيمشي لأحسن المطاعم، وكيلقى طابلة خاصة
بالتهامي الكلاوي، وكان كذلك كيتلقى دعوة حضور الحفلات بحال الدعوة ديال حضور حفل زواج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. وكان الكلاوي كيهتم بالفن والرياضة والأعمال الروائية، وكانت عنده أكبر مكتبة بالمغرب. هذه المكتبة اللي كانت كتضم مطبوعات ومخطوطات نادرة في مختلف المجالات. هذه الكتب اللي تم المحافظة عليها في الأمانة الخاصة. هذا الشيء خلى الكلاوي تكون عنده مكانة في الداخل والخارج، لدرجة أن الكلاوي من كيدوز من ساحة جامع الفناء كل شيء كيوقف وكيحس بالرهبة والخوف من الكلاوي والرجال ديالو. وحتى من مجلة لو بوتي جورنال غتنشر فيها صورة فيها أن المقيم العام اليهودي غيحيد وسام جوقة الشرف من الكتف ديالو وغيعلق على التهامي الكلاوي. غتستمر الأمور على حالها، وفي سنة 1927 غيتوفى السلطان يوسف، وهنا كان على الإقامة الفرنسية تعيين السلطان، وغيختار السلطان محمد بن يوسف. وكانت العلاقة بين الكلاوي والسلطان محمد بن يوسف علاقة جيدة، وكان الكلاوي كيقدم الهدايا للسلطان كعربون محبة وولاء. لكن هاد العلاقة غتوتر من بعد من السلطان محمد الخامس غيدعم الحركة الوطنية ويكون قريب لحزب الاستقلال. الحركة الوطنية اللي كانت كتنشر الوعي التحرري من الاستعمار كانت بمثابة تهديد للتهامي الكلاوي. وهاد التوتر غيبان بشكل واضح ملي غينوض الطراجي وغيخطب واحد الفتاة. كان الطراجي من شباب الحركة الوطنية وكان كيخرج مع الخطيبة ديالو بلباس غربي، وهنا غيتدخل الكلاوي وغيعزل الأب ديالو اللي كان قاضي بمراكش، وخرج قانون كيمنع فيه خروج النساء بلا لباس تقليدي مغربي أو منافي الأخلاق المغربية. وهنا غيمشي الطراجي عند السلطان وغيحكي ليه القصة، والسلطان محمد بن يوسف غيقول بأن التهامي الكلاوي ماشي من حقه يعزل الأب ديالو. هاد الشي من اللي وصل للكلاوي اعتبروا انحياز الحركة الوطنية على حسابه، وبان هاد التهميش من الملك مبقاش كيطلب المرافقة ديال الكلاوي للزيارات اللي كيديرها السلطان خارج المغرب. بالرغم من أن الكلاوي فترة من الفترات كان كأيد رجال الحركة الوطنية في قضية تقديم وثيقة الاستقلال، لكن التصرفات الفعلية الكلاوي كانت كتبين أنه ما مرتاحش الحركة الوطنية حيث كتهدد المنصب ديالو. وفي 23 شتنبير 1950 غيكون الكلاوي من الحاضرين ذكرى المولد النبوي، وكانت مناسبة باش يقدم فيها الولاء للسلطان. وأثناء الحضور غيلاحظ الكلاوي العلاقة الجيدة بين الحركة الوطنية وحزب الاستقلال والملك محمد الخامس. وملي دخل الكلاوي عند السلطان غيطلب منه يوقف الدعم لرجال الحركة الوطنية وحزب الاستقلال، لكن الملك غيذكر الكلاوي بأن هذه مناسبة احتفال ومشي وقت الحديث على السياسة. الكلاوي غيحس بأن السلطان قمعه وغيحس بالغضب وغيقول له انت ما بقيتش سلطان المغرب، انت سلطان حزب الاستقلال. وهنا السلطان محمد الخامس غيأمر بطرد الكلاوي من القصر، وكانت هذه بداية الحرب بيناتهم. هنا الكلاوي غيلتجئ للمستعمر الفرنسي وغيبدا يحرض على السلطان من خلال الصحف والجرائد اللي كيمتلكها. اما المقيم العام فغيحارب حزب الاستقلال والحركة الوطنية ويحاصر الأنشطة ديالو. وحتى من الكلاوي كان كيقمع مظاهرات الوطنيين. وفي سنة 1951 غيدي الكلاوي القياد والبشاوات اللي في صفو وغيحاصر القصر، وغيديروا عريضة فيها اتهام السلطان محمد الخامس بالفشل في تسيير الشؤون الداخلية والتواطؤ ديالو مع حركات متطرفة، وغيضغط الكلاوي على الإقامة العامة باش تعزل السلطان. من بعد المقيم العام غيقدم وثيقة للسلطان يوقع فيها استنكار الأعمال والأنشطة اللي كيدير حزب الاستقلال، لكن السلطان محمد الخامس غيرفض في البداية
لكن في الاخير يوقع وغيقول المقيم بان التوقيع اللي تم بالاكراه كتعتبر لاغي وانه غيواصل الدعم ديالو للحركه الوطنيه. وكان السلطان كيرفض يوقع حتى بعض القوانين اللي كتكون بالاكراه من طرف اعضاء الاقامه العامه. وفي سنه 1953 غيتم عزل السلطان والنفي ديالو لمدغشقر، وغيتم تنصيب محمد بن عرفه. وهنا القلاوي غيتنفس الصداع، لكن هادشي ما غيطولش حيت غتكون عده انتفاضات بالمغرب، وكانت عده محاولات اغتيال بحال محاوله اغتيال بن عرفه، وحتى القلاوي غيتعرض هو كذلك لمحاوله اغتيال. هاد الانتفاضات غتؤدي لمجموعه من الاضطرابات وغتخلي القلاوي والاقامه الفرنسيه يعيشوا الرعب، الشيء اللي خلى الحكومه الفرنسيه تتحرك وغيدار مؤتمر اكس ليبان اللي سال بضروره تنحيه بن عرفه من العرش. هاد الاخير اللي رفض التنحيه ديالو وطالب تعويض مادي مقابل التنحيه. اما التهامي القلاوي فحتى هو غيحس بالصاد، خاصه ملي شاف قوه التضامن بين العرش والشعب، الشيء اللي خلاه يكون من المطالبين بعوده الملك من المنفعه واعتلاء العرش من جديد. وفي سنه 1955 غيمشي القلاوي لفرنسا وتلاقى مع السلطان محمد الخامس اللي كان رجع من مدغشقر. اما اللي دخل القلاوي القصر اللي كان مقيم فيه الملك محمد الخامس، غيدخل وغيحني على رجليه وغيطلب منه العفو وجدد ليه الولاء والبيعه. منظر فيه كسر الجبروت القلاوي ونوع من الإدلال. الملك محمد الخامس غيعفو على القلاوي وغيرجع القلاوي للمغرب وطمئنوه بأنه غيكون في أمان في السينية ديالو بمراكش، وبقى فيها حتى توفى. وكان سبب الوفاة ديالو هو سرطان المعدة، وخلى القلاوي عدة أبناء من أبرزهم حسن القلاوي اللي تشهر باللوحات الفنية ديالو، وكذلك عبد الصادق اللي كان سفير. أما القصر ديالو فمن بعد الوفاة ديالو غيكون في حيازة الدولة. وفي الأخير كنتمنى تكون أحداث القصة عجبتكم، وما تبخلوش علينا بالآراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقوا مع قصة أخرى إن شاء الله.